من غروره قال على نفسه أنا أول لاعب مصري وصل الدوري الإنجليزي، وفتح النار على محمد صلاح بعد ما قال إنه هرب من منتخب مصر. سخر من رضا عبد العال وقال إنه يعرفه من الكوميكس على السوشيال ميديا، وقلب الدنيا على شوبير لما قال ربنا يهديه من غله اللي بيظهره على الشاشة. بالتصريحات دي كابتن إبراهيم سعيد قلب كيان السوشيال ميديا، وده لما كان في لقاء ليه مع بسمة وهبة في برنامجها العرافة، اللي ما استنتش وسخنت الحلقة لما عرضت فيديو لإبراهيم سعيد وهو بيمدح صلاح. قال فيه في مرة كان قاعد بيفطر في مكان، وإذ فجأة لقى صلاح لما عرف إنه موجود في المكان ده راح يسلم عليه، والموقف ده كبره من وجهة نظره. وفي فيديو تاني بيهاجمه وقاعد يقول لصلاح أنا مش عارف الحملات والإساءات اللي بتعملها ضد دي ليه. في الوقت ده بسمة قالت له أنت بوشين يا إبراهيم رد. ساعتها الدم جري في عروقه وقال ما انكرش إن محمد صلاح أعظم لاعب في تاريخ مصر، ولكن هو مش فوق النقد، ومن حقي أتكلم على أي لاعب فني لأني نجم كبير. الأسئلة سخنت أكتر وقالت له أنت بتقارن نفسك بصلاح إزاي وهو عالمي؟ هل أنت بقى عالمي زيه؟ انفعل إبراهيم سعيد أكتر وقال أنا أول لاعب مصري وصل الدوري الإنجليزي، وقبل ما الناس تعرفه أصلاً. اللعيبة كانوا دايماً طموحهم يروحوا بلجيكا وهولندا، ومحدش كان بيطمح يروح الدوري الإنجليزي. وهنا السؤال المنطقي، لما إبراهيم سعيد راح الدوري ليه فشل ومحققش أرقام زي محمد صلاح؟ ساعتها برر وقال أنا ما كانش عندي نفس الظروف اللي ساعدت محمد صلاح، ولو أنا فشلت ياريت الناس تفشل زيي، أنا ما حدش يقارني بصلاح ولا صلاح حد يقارنه بيا، ولما بنتقده بنتقده كلاعب كورة، وأنا مش بقول أي كلام علشان الترند لأن أنا الترند، أنا مش محتاج شهرة، ثقة في الله وثقة في نفسي، واللي شايف نفسه صغير فبرحته، أنا بتعامل مع أي حد مهما كان من فوق، واللي عاجبه أهلا وسهلا، واللي مش عاجبه يضرب دماغه في الحيط. أنا عمري ما كنت نرجسي، بس أنا واثق من إمكانياتي. وكعادة بسمة وهبة عايزة تشعلل الحلقة أكتر، فراحت سأل كابتن إبراهيم سعيد هو محمد صلاح هرب كم مرة قبل ما يشارك مع منتخب بلده. ساعتها رد عليها وقال موقف زي بتاع الأمم الإفريقية محمد صلاح ما تصابش، ولو تصاب هو إحنا في مصر ما عندناش جهاز طبي؟ إيه اللي خلاه يروح على ليفربول وهو مصاب؟ ولو ليفربول أعلنوا فعلا مصاب يبقى الجهاز شخص غلط. أنا مش منافساً من محمد صلاح، وأنا بتكلم في الكورة من وجهة نظري كلاعب وبس، وأتحدى أي طبيب في العالم يقول بأن محمد صلاح كان مصاب مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا، ولاعب الكورة يعرف كويس أن محمد صلاح خرج سليم والأجهزة الطبية في مصر كلامها متضارب. إبراهيم سعيد بعد ما قلب الدنيا بتصريحاته دي على محمد صلاح قلب الدنيا برضو على كابتن أحمد شوبير. الغريبة برضو مرة يطبل له ومرة يزم فيه، وقدر يثبت إنه بميت وش. فقال في فيديو عرضته بسمة وهبة إن شوبير صاحب فضل عليه، وفي فيديو تاني قال إنه بيصعب عليه وربنا يهديه من غله اللي بيظهره على الشاشة. اللي زود الطين بلة لما اتكلم عن كابتن رضا عبد العال اللي قال عنه إنه هو مش مدرب كويس ولا بيفهم في أي حاجة، وإنه هو صاحب الفضل عليه في تعيينه في قناة النهار. الكلمتين دول وجعوا إبراهيم سعيد ورد عليه وقال ده واحد فاضي، أنا معرفوش غير من الميمز والكوميكس على السوشيال ميديا. تفتكروا إبراهيم سعيد هيفضل كده بكلامه طايح في الكل، ولا هيجي عليه وقت ويكون دبلوماسي في آرائه؟ ما تنسوش تتابعونا علشان يوصل لكم كل جديد.